اول حقيقه يعني ندوه النهارده انا بعتبر انها جزء من منظومه كبيره لابد ان احنا كلنا نشتغل عليها، وهي اعداد شباب للقياده واعداد قيادات شابه عشان تتولى امور الدوله بقى في المستقبل ان شاء الله وفي الوقت الحالي. احنا الحقيقه لفتره طويله جدا اهملنا هذا الجانب. انا شايف ان حزب الوفد النهارده، وانا كنت حريص ان انا اجي احضر هذا اللقاء لان انا مؤمن بفكره ان لابد ان يتم اعداد الشباب بصوره طيبه. يمكن حبيت ادي بعض الملاحظات عن ان اعداد المواطن المصري، ليس المواطن المصري السليم، ليس فقط التعليم جزء مهم جدا وجزء اساسي فيه، لكن بجانب التعليم هناك عده امور اخرى لابد من مراعاتها، وبيجي على رأسها العوامل البدنية والجسمانية، العوامل الروحانية، الانتماء للوطن والانتماء ثم المهارات اللي لابد أن تكون لدى كل مواطن مصري أو كل قيادة مصرية، مهارات التواصل، مهارات الإدارة، مهارات التعامل مع الناس. كل دي أمور لابد أن احنا نراعيها، وحبيت أن أنا أقولها كملاحظات سريعة في هذه النقطة. دكتور عمرو، مين المسؤول الأول يا فندم عن هذا الملف؟ بص، يعني طبعا مما لا شك فيه أن احنا في ظل وجود أحزاب مصرية مختلفة، لابد أن كل حزب من الأحزاب يبقى لديه المؤسسات اللي تربي الكوادر السياسية للمستقبل. وبالتالي انا بعتبر ان الاحزاب مسؤول اول، وبعتبر ان الدوله لها مسؤوليه اساسيه في تسيير وتيسير الامور ديت، حتى ان الاحزاب والجامعات المصريه ومؤسسات التعليم المصريه تبقى قادره على انها تعد الشباب للمستقبل.